السلام عليكم. كي كتشوفوا معانا هذه واحد الشكاره حموله سميتها فاشن، عجبتني وقلت ندير عليها واحد الفيديو قصير ونعرفكم بالمنتوج حيت هي عجبتني ونبارطاجيها معكم. كي كتشوفوا معانا الشكاره هذه كتجي على هذا الشكل، هذا فيها جيب كيجي هنايا وجيب اخر كيتوفر على حمايه قفل وجيب اخر مخفي كيتم مخفي هنايا وجيب اخر في هذه البلاصه. هذه يمكننا نحملوها على الكتيف، كنا نعلقوها نحملوها باليد بطبيعه الحال، هي جد رائعه وكتحمل الماء. واخا نكبوا عليها الماء ما كيخرجش الماء لداخل، وفيها واحد المأخذ ديال اليو اس بي باش يمكننا نشارجيو التليفون ديالنا. وانا نوريكم شنو كاين الداخل ديال هادشي اللي عجبتني بزاف وجيت نبارطاجيها معكم. وانا اي حاجه عجبتني راه نبارطاجيها معكم في لاشين بركه الله. بحال دابا نجيب الاول نحلو هكا، يمكن نهزو فيه الدواء ديالنا، نهزو فيه ماركور باش كنخدم، نهزو ستيلو، نهز الكرافوز، نهز الكابل باش كنشارجي الا بغيت نشارجي التليفون ديالي. كتشوفو هاد الجيب هذا واخا يبان صغير هنايا ولكن راه صبرت الكيس. الجيب الثاني غنديرو الكود باش نحلو، حيتو كتشوفو معانا واخا نبغيو نحلو دابا هاد الشكارة ما تبغيش تحل، نديرو الكود باش يمكننا نحلو دابا الشكارة. نوريكم الطريقة هاي تحل هادشي، كتشوفو معانا نوريكم. كيف ستود كنوركو على هاد هادي كتحل الشكارة. يمكننا نهزو فيها عجينة، شوفو معانا انا هز فيها الكارنيتشيك الاول البلاصة باش كنحمي لي كارنيتشيك، كارنيتشيك التاني التالت تفتار ديال لي بون مانيوال سوارت كاشي، كلشي هادشي مهم وتامين. داكشي علاش كنديرو في هاد الجيب هدا كاشي التاني تيليفون بورتابل مكانة. بطبيعة الحال مكان فين كاين الباور بانك كاين لتحت، كيبقى هذا لتحت هنا باش كنشارجي التليفون ديالي. كتشوف كيجي على هاد الشكل، كاين واحد الجيب اخر مخفي داخل هاهو كيجي على هاد الشكل، دير فيه حقيبة النقود راه جد رائعة تبارك الله. حتى الفينيسيون في كاين. دابا نوريكم كيفاش نشارجي تليفوني عبر هاد الأخذ هذا ديال اليو اس بي. كنشوف هاد الكابل ديالي هاهو، شارجي أي حاجة بغيت، كي كتشوفو هو كيتشارجي. المهم انا كنتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اي حاجه عجبتني راه غنبارطاجيها معكم في لاشين.